ايه الاستسلام ده؟ بلاش تعملي كده عشان ياسمين حد. شفتوش حد جري من هنا؟ حد مين؟ فين يا ابني الناس اللي كانوا معاك؟ تامر خاف من اولها وجري وريهام سبتها فوق. انت سبت ريهام لوحدها؟ ريهام يا حسنين، يا حسنين اطلع، انا مستنيك يا حسنين، اطلع يا جبان يا حسنين. بموت فيكم. سبق وقلت لك اللي بيعمل كده واحد منكم ما صدقتني. انت عايز توقعنا في بعض؟ لو انت عارف ما قلتش ليه. لاني ما شفتش، ولو انت عايز تعرفه هتعرفه. عمل فيك ايه؟ رد عليا. ما ترد، انت كويس؟ فاكر في ايه؟ بتفكر في ايه؟ رد عليا. ما تفهمني يا ياسر، بتدور على ايه؟ جمال، هو جمال. مش معقوله جمال يعمل فينا كده. امال ايه اللي جاب دي في شنطته؟ اتحطيت له عشان يوقعوا بينا، مش ده كلامك؟ مش معنى هو خطه. بس المره دي بقى مصدق حسنين، وائل كان عنده حق وانا هثبت له كده. تعال اللي بيحصل ده، المكان الغريب ده. يا ياسر اهدى كفايه، حرام عليك. كلاب، كلكم كلاب. يا ياسر كفايه لحد كده. روحي خليها الحياه قبل ما تهرب. في ايه اللي بيحصل ده؟ معقوله تبقى هي؟ وهي مين دي اصلا؟ دي بنت كانت مفهمانا اول ما جينا انها من روم سيرفيس وانها خارصه. هو هتعمل كده ليه؟ مش عارفه، بس احنا لازم نبلغ البوليس بسرعه. فين شرايح الموبايلات؟ مفيش حاجه. انت مش كان معاك واحده؟ اه صحيح، هي فين؟ يعني ايه هي فين؟ شايف عامل فيها ايه؟ قومي. اهدي بقى. ما تهدي بقى وتفهمينا انت مين وبتعملي فينا كده ليه؟ قتلتوه ليه؟ احنا ما قتلناهوش، هو اللي كان بيقتل فينا. كذب، انتوا كدابين. هو مش ممكن يموت حتى ابدا. بابا؟ ليه والراجل اللي قتله لما مسكه مع مراته؟ علشان خاين وواطي. وقتل عليا. للاسف. اتأخر قوي في قتلها. كان بيدفنهم ليه؟ انا اللي كنت بدفنهم ودفنت كمان الفراش عشان ما يبقاش فيه اي اثر ممكن يكشف اللي عمله ابويا. لكن انتوا اضحكوا، هيأذيكم ليه؟ ليه؟ اكيد افتكر ان احنا كشفنا سر والي دفننا معاه. ما كناش محتاجين ان احنا نعمل كده. قولي لي بقى انه كان بيطفشهم وخلاص زي ما الفراش قال. هي دي الحقيقه، مش هو اللي كان بيطفش فيهم، ده انا. ايوه انا، اني خفت حد يشوفه هو بيعمل كده فيشكوا فيه وينكشف سره. حتى عملت كده من غير ما هو يعرف، وافتكرها انها روح القتيل اللي عملت كده. ما لو مش هو يبقى انت. قلت لك مش انا، مش انا ولا هو. امال مين؟ وليه كنت عامله نفسك خارصه؟ علشان عليا هددتني لو فتحت بوقي عن فضايحها هتبلغ عن ابويا، ولاني مش قادره اتكلم مع ابويا ولا قادره اتكلم مع حد قررت اني ابقى خارصه. حتى مع نفسي ما كنتش بتكلم. سيجومونتهم وتموتوه ليه؟ ليه؟ احنا قتلنا حد، احنا اللي عمالين نموت. امال مين؟ مين؟ ردوا عليا. ايه
في الناحية التانية عشان نحصل البنت. فين؟ هنا. اللي بيحصل فينا ده يا رب؟ هو تامر فين؟